السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا وأحبائنا في دولة لبنان. اليوم شحنتنا إلى دولة لبنان، طبعا مكتبنا في لبنان في بيروت، الأستاذ شربل مدير مكتبنا. إذا تحب تحجز أي بضاعة ممكن تتواصل مع مكتبنا مباشرة، تدفع المبلغ كامل وتوصل لك البضاعة من 45 يوم إلى 60 يوم. تعالوا ناخذ لنا جولة على زبائننا اليوم إلى لبنان. الشحنة التالية أعتقد يوم 14 أو 15، يعني بعد 4 أيام عدنا شحنة تالية إلى لبنان. شنو يعني هذه الشحنه؟ هذه الشحنه الزبائن اللي دفعوا فلوس خلال الاسبوع المضي، اللي دفعوا البارح واليوم لسه بعدنا ما جهزنا بضاعتهم. فهذه هي بضاعه لبنان. هذا استاذ ياسر، اسم الزبون ياسر. هذه هي فواتير لبنان، وهذه الزبائن. الزبون عندنا هنا اسمه ياسر من دولة لبنان، وزبون زبون نمشي عليه إلى لبنان. هذه كلها شحنات لبنان اللي جاي يجهزون بها. وين الباقي؟ نروح على موظف التجهيز. مثل ما تشوفون الموظف يأشر على شحنة شحنة، العفو زبون زبون، كرتون كرتون، حتى ما يصير عندنا أي خطأ بالتجهيز. اسم الزبون فيروز محمود، لبنان. شروة جوارب اللي هو الكرتون 160 دولار الشليف العفو، يحتوي على 1000 زوج من غير الشحن. بالنسبة للجوارب لسه موجود عندنا اللي يريد جوارب. هذا ايضا الى لبنان، هذه كلها الى لبنان. هذا الاستاذ ياسر ايضا. بعدها ان شاء الله نبدا شحنه السعوديه. السعوديه او بدانا صراحه بدانا شحنه السعوديه. شايفين الف خير ان شاء الله البضاعه اللي راح تخلص. اللي يحب يحجز على البضاعه الجديده هذا مستودعنا، كل البضاعه اللي موجوده تلقوها نازلة على اليوتيوب وفيسبوك. وشايفين ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله. ولا تنسون هذه الشروة 4000 زوج ب 4000 دولار، يعني الزوج ب 1 دولار فقط. مع السلامة.